هلا هي هاي الطبخه رح نعملها بمقلايه وطنجره، عشان اول شيء بدنا نقلي الدجاج، بعدين بنفس المقلايه رح نقلي الفطر، وهون بنجمعهم مع الرز وبنفلفلهم مع بعض. الاكله جدا جدا سهله وبسيطه، وجد جد بتشهي كثير. يعني بنقدر نعملها نباتيه نستثني الدجاج، نفس الطريقه ولكن ما بنحط دجاج. اوكي جميل. هلا هون انا عندي مقلايه كثير حاميه، رح نزل عليها زيت نباتي، الدجاج، المقلايه حاميه رح انزل فيها. أنا عم بستخدم فخاد، فهلا بس رح أفرمه فرمة عشوائية. حزيد بودرة بصل وبودرة ثوم. تمام. وهون عندي صلصة صويا حلوة. إيش هي صلصة الصويا الحلوة؟ هي عبارة عن صلصة صويا معقودة بسكر. هاي عندي إياها صلصة صويا بالفطر، إذا مو متوفر عنا برضو عاد. وهاي صلصة المحار الأويستر صوص. هاي يعني. هلأ شو حنعمل؟ راح نشيل الدجاج على جنب، نحطه بصحن. هلأ هون إحنا الفطر بس حطينا شوية زيت، وعم نقلب الفطر مع شوية ملح. أوكي، أول ما يبلش ينزل ميته رح نزيد الثوم وشوية زنجبيل. هون أنا عندي زنجبيل طازة، بس راح أفرم كمية بسيطة، نقلبهم تقليبة. هلأ حزيد الرز. رز عندي إياه رز حبة قصيرة أو حبة متوسطة. عادة الرز لازم إحنا نغسله 4-5-6 مرات لحد ما المي تصفى، ولكن بهاي الطبخة بسنا نغسله مرتين عشان إحنا بدنا النشا نستفيد منه. احنا هاي الاكله بده يكون الرز زي كانه مخبص على بعض وهيك يكون رطب. تمام. هلا على السريع هون انا عندي الطنجره اللي بدي اطبق فيها الطبخه، حطيت عم بقلب الرز بشويه زيت. اوكي، هلا الدجاج اللي قليناه رح نزيده. اوكي، وبعدين رح نزيد الفطر اللي قليناه. اوكي تمام، هيك جمعنا كل المكونات مع بعض، وهلأ رح أحط 4.5 كوب مرقة دجاج. بس ساهي صح؟ بس بعدين طيب. يعني. هلأ نحط مرقة الدجاج. بس أنا على اعتراضي على موضوع طيبة القلب، مش اعتراضي على طبختك. هاي الكارتوش زي ما حكينا عبارة عن ورق زبدة، منقصها على قد كبر الطنجرة عشان نتحكم إنه المي ما تتبخر معنا. طيب شو بنعمل؟ بنطبخها على، بنخليها تغلي، بنخليها 3 دقائق تغلي على نار عالية، بعدين بنوطي النار، بنغطيه وبنطبخه لمدة 18 دقيقة. تمام. فقط لا غير. طيب. اوكي؟